الكلمة للنائب الموقر محمد والطالبنا. شكرا سيد الرئيس. مرحبا بالسيد الوزير والوفد للمرافق له. نتمنى للجميع ان شاء الله صوما مقبولا واجرا مضاعفا. سيدي الرئيس، عندي مجموعة من الملاحظات سنمررها إلى السيد الوزير، إلى الحكومة عبر السيد الوزير. أولا، هذه نحن مفيد عندنا جدا اللي يتمتع به بلدنا من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية المهتمة بمجال حقوق الإنسان، والمستوى اللي عدلنا جيد في مجال تحيين النصوص اللي عندنا ومصادقتنا على الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان. ولكن مهم عندنا ملي إدخال وتنميه ثقافة حقوق الإنسان في حياتنا، لأن عندنا افتقار كبير لها، وذاك يا الله يتم حول إدخالها قاع في المناهج الدراسية، لأن البلد لفترة طويلة ما صار مسيطرين عليها ثقافة الساديين، وذاك مهم يعني يتم عن نعود نحن في مستوى مواكبة العقل الدولي في مجال حقوق الإنسان وثقافته وقيمه، واللي نحن عندنا افتقار أصلا فيه، وإذا قاع محيطنا العربي والإفريقي لا نفس الشيء، ضعيف في مجال ثقافة حقوق الإنسان. وهون عندنا ملاحظة مهمة، عندنا تأهيل مؤسسات السجون، به لمؤسسات السجون ثقافة حقوق الإنسان عادي قال لها المؤسسات المدنية، لأن التعذيب العقاب ما هو الهدف، هي الهدف منها التأهيل لإعادة دمج المدان في المجتمع ويرجع له نوع من النشاط والفعالية في المجتمع. وهذا يلا شو نطرحوه، مجرد أن يعود مؤسسة عقابية يلا يعود مؤسسة مدنية، وهي المصطلح اللي عاد مقبول في مجال حقوق الإنسان لإعادة تأهيل المدني. وهنا لا عندي ملاحظة عن هذا السجناء اللي يقول لهم الناس السجناء السلفيين اللي الآن نحن نعيشه في رمضان، اللي هم اسبوعين في حالة إضراب عن الطعام. هذا ما يا الله الحكومة تقبل المقاربة والتجاوب معهم، من التجاوب مع الذات الإنسانية مطالبهم، هم ما يدوروا إطلاق سراحهم، هم يدوروا في شنو المطالب متعلقة بإدارة السجن، عن التعاطي مع إدارة الحراسات وطريقة سلوك تعودت كانت تعدوا لهم قطعتوا عنهم، سوى في زيارة ذويهم. وهون ما اللي يتخطى فرصة عن إعادة تفعيل المقاربة الموريتانية في مكافحة الإرهاب، واللي هي أعطت أهميتها عن نفتح معهم حوار من جديد، واللي منهم قادم واللي يستفاد من ذاك الحوار وإعادة الدمج في المجتمع، بإذن نحن التجربة الماضية استفادوا واحدين منهم من ذاك الحوار، واليوم يعيشوا بين ظهرانين واحدين عاديين من المجتمع. وبالتالي منين قلعنا عنهم ذيك الزوبعة، هم قبلوا عنهم يجربوا تفكيرهم عنه كان طايش وينسجموا مع المجتمع في إطار قيم المشتركة. فيه نقطة أخرى تجمعنا في مجال حقوق الإنسان، نحن لازم نشهد عليها المجموعة الدولية عنها تشكل إدانة بالنسبة لنا، عن هذا السجناء الفلسطينيين اللي لهم شهرين يعيشوا ومستوى من إبادة التجويع، واللي على رأسهم زميلنا النائب عضو مجلس التشريعي الفلسطيني مروان البرغوثي اللي هو حال تموت. يا الله نحن تطلعون المجموعة الدولية والأمم المتحدة على ضرورة التجاوب مع هذا النظام الصهيوني، ما يخلي يبيد هذا الناس اللي في وضع إنساني يتألم له البشرية كاملة ومدعي له. ونحن أولى من الدعاء اليوم في رمضان كمسلمين نراعوا في شقائنا تحت الموت البطيء من قبل الصهاينة. وهنا أخيرا نذمن مستوى التعاطي اللي خلق معاه بعض السجنائنا اللي كانوا في الخارج وعانا منه كيف السلاحي، وراجع أنه نسرعوا له ويرجع له ملفه المدني وتسجيله على قائمة اللائحة الوطنية، اللي ما مشكك حد عنه ما هو موريتاني، وهو ما يدور يعطاله جواز دبلوماسي ولا يدور يعطاله يكون يسجل يعطاله تواقع الحالة المدنية الموريتانية. وأشكركم سيدتي.